الباستا بالبينك صوص، وصفة حلوة جدا. شوف مكرونة، هنعمل صوصين كده لزاز، صوص أحمر وصوص أبيض، وهنحطهم على بعض ونحط معاهم المكرونة. وصفة حلوة قوي إن شاء الله تعجبكم. بص، أنا معايا مكرونة مسلوقة. أي نوع مكرونة مسلوقة عندك هينفع وهيبقى ظريف. اسلقي سباكيتي، مكرونة قلم زي دي، أي نوع مفيش مشكلة. ومعايا بقى إيه؟ بصلاية متقطعة حتت صغيرة، هنحتاج معاها فصين من الثوم المفروم، معانا كمان معلقتين من معجون صلصة الطماطم، مثلا طماطميتين ثلاثة كده مضروبين في الخلاط، أو طماطم يعني معجون صلصة الطماطم وبس، مفيش مشكلة براحتك. ونحط معاه شوية مية تمام، أو شوية شوربة، وملح وفلفل، وورق ريحان كده هنقطعه، أو ممكن زعتر بدل الريحان مفيش مشكلة. تمام، ده كده الصوص الأحمر، صلصة الصوص الأحمر العادية. الصلصة البيضة بقى اللي هي تبقى شبه البشاميل شوية، هنحط كده مثلا معلقتين سمنة، ولا معلقة، هنخليها معلقة واحدة بس، معلقة سمنة على معلقة دقيق مثلا، كوباية لبن ولا كوباية ونص من اللبن الحليب، برضو ممكن نحط نص كوباية شوربة أو كبشتين كبار كده من الشوربة، ملح وفلفل، رشة خفيفة من جوز الطيب، وممكن كمان نحط أي جبنة مبشورة، أي نوع جبنة مبشورة عندنا، أو الجبنة الكوبايات اللي هي بتاع السندوتشات دي، جبنة بطعم الشيدر، جبنة بطعم الرومي، أو جبنة مبشورة شيدر أو رومي، ونحطها مع الصوص الابيض عشان تعمل طعم حلو. وبس عملنا كده الصوصين، ومعانا المكرونه المسلوقه. هنعملهم حالا، مش هياخدوا وقت ابدا ولا اي حاجه، هتلاقي طعمها تحفه. هنحط هنا معلقه زيت كده علشان هعمل الصوص الاحمر، وناخد البصله اهو، يعني بصلايه كده صغيره متقطعه صغير، وهناخد كمان الثوم، فصين ثلاثه كده من الثوم، وعايزه الحلوين دول كده ايه في معلقه الزيت اشم ريحتهم كده تمام. وفي الحله الثانيه الصغيره الحلوه دي هقوم عامله ايه، هحط سمنه، معلقه سمنه حلوه كده، تبتدي بس السمنه تسيح، هنحط الدقيق. هو فين المضرب السلك؟ اه المضرب السلك احسن. هنا وهنا البصله بس والثوم اشم ريحتهم. السمنه هنا كده ساحت، نحط لها بقى الدقيق كده، نحط اللبن وكده الصوص الابيض. بص خلص على طول، ونحط له كمان شويه شوربه. بس كده، ورشه من جوز الطيب، ومعلقه كده جبنه كريمي ولا حاجه، او زي ما اتفقنا ممكن اي نوع جبنه مبشوره، ورشه ملح وفلفل كده. وده الصوص الابيض اهو، هسيبه يغلي. ونرجع هنا للبصل والثوم اهو، انا كده شميت ريحتهم. هنحط طماطم، دي طماطم مضروبه في الخلاط، ممكن نستبدلها عادي بمعجون صلصه طماطم بس، يعني انا حطيت طماطم مضروبه في الخلاط وكمان معجون صلصه طماطم. لو مش عايزه تضربي طماطم في الخلاط وحاساها انها هتبقى حوار وبتاع، يبقى مع معجون صلصه الطماطم حطي ايه مثلا ربع كوبايه ميه بس. بس كده، وهزود برده شويه شوربه هنا، او ممكن ميه كده اهو، وملح وفلفل، ملح وفلفل، وهقطع معاها كمان ورق ريحان. اجيب كده ايه ارمز القنوطه دي، ونجيب السكينه، وناخد شويه ورق ريحان كده لذيذ، نقطعهم عشان نحطهم مع الصلصه الحمراء. ممكن نستبدل الريحان بمثلا الزعتر الناشف او الزعتر الفريش، مفيش مشكله، شويه صغيرين كده هيعملوا بقى طعم تحفه. بس كده، وهنا البشاميل اخباره ايه، او الصوص الابيض، عايزاه بس كده يتقل اهو. والصلصه اللذيذه دي كده اهو برضو تغلي كده غلوتين. بصوا بقى، الصوص الابيض خلاص خلص، والصوص الاحمر كمان خلص. هنعمل ايه؟ هناخد ده كده، نجيبه هنا كده، ونحط الصوص ده على الصوص ده. بس كده بقى اللذاذة بقى بينك.
حطينا ده على ده بقى بينك. تقدري كمان تدوقيه وتطمني ان الملح بتاع الصوص مظبوط وزي الفل كده. شيل الحله دي. ومعانا بقى المكرونه اهو، نحطها مع الصوص الحلو ده كده اهو، وشكرا وخلصنا الغدا. بس كده طعمها تحفه، لذيذه جدا. بس ولا اي حاجه، واجيب طبق حلو هنا كده ونبتدي ايه نغرف. الحله مش سخنه قوي يعني، بسم الله. بس كده بس عايزه اوضب الطبق. وبرضو احنا معانا ورق ريحان لسه، انا ممكن ايه ارش على الوش كده شويه ورق ريحان، او زي ما اتفقنا ممكن نستبدله بالزعتر، مفيش مشكله كده. معانا هنا برضو ورق ريحان اهو، ممكن نحطه كده ولا هيبقى كبيره؟ والله هتبقى ظريفه برضو اهو على الباستا كده من فوق اهو، خطيره. شوكه بقى، عايزه شوكه، ويا سلام يا سلام، اخر لذيذه. بس كده ورق ريحان هيدبل دلوقتي. وصفه ظريفه والولاد هيحبوها قوي، وطعم الصوصين مع بعض بيدي الباستا كده لون حلو وطعم ظريف. ولا لحمه ولا فراخ، واحنا عاملين طبق برضو هناك بس هو برد شويه، خطير. جربوا الوصفه وقولوا لنا ايه رايكم، وبالهنا والشفاء. هنروح فاصل اوام ونرجع على طول بعد الفاصل نعمل الوصفه الثانيه، اقراص البطاطس، خطيره برضو، خليكم معانا.